سؤالين في الأدب، وأول سؤال عيلة الجعفري أدب، والسؤال هو: من هو الكاتب المصري مؤلف كتاب ذكر شرقي منقرض؟ صدر في يناير 2021 في التحليل النفسي سايكولوجيا الرجال. من الكتب الأكثر مبيعاً، إجابتك يوسف زيدان. يوسف زيدان طبعاً إجابة خاطئة. في إجابة ولا فيش إجابة؟ نجرب يعني. تفضل. بقى طاير محمود مش وافق المرة دي. محمود مش وافق. بقى طاهر إجابة خاطئة. 50-50 ولا لا؟ لا مفيش داعي. الإجابة الصحيحة دكتور محمد طه. دلوقتي عندنا